صباح الخير عمي ابو خليل. يا صباح النور. اهلا وسهلا. شاي لبني وكاسه شاي. يا على عيني حبيبي. على عيني. الو. ايوه شو هالحكي يا عم استاذ عدنان؟ عدنان مرتك اللي اخذوها على مستشفى المواساه. شو هالحكي شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ كنت نعمل بقولك اتصلت وحده اسمها بغض النظر عن الاسم شو قالت لك؟ قالت لي انه اخذوا مرتك اللي على مستشفى المواساه وطلبت التليفون. لك عن جد عم تحكي؟ لك عم مزاح. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يجيب العوائل سليمه. امين يا رب. ما بيستاهل العدم ما بيستاهل. بس شو نساوي؟ حرام فعلا. يا ترى ليش اخذوها على المستشفى؟ يعني المره بياخذوها على المستشفى يا مشان الولاده يا مشان لا سمح الله. بس بما انه ما يحب لك كل مشان لا سمح الله. يا لطيف يا لطيف. عصبنا عصبك؟ ايه لا تؤاخذني نسيت. ايه تفضل. يسلموا يسلموا ايديك. مرتي للوش هون؟ للوش هون؟ هو ما هون شهادة سواقة. مرتي للوش هون؟ بدك تسأل مكتب القبول. القبول؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ هيك بظن، لأنه ما حدا بيروح على الإسعاف إلا إذا كانت حالته إسعافية. لك ليكون متخانقة مع جيرانا، حاكم مثل ما بسمع إنه عنده جارة قوية وشرسة كتير. يا سيدي أنا بأيدك بهذا الموضوع، لأنه ما في يوم من الأيام قال إنه مرتي ضعيفة وفيها شيء. اكيد اكيد الموضوع في إنا هلا بروح وبعد بشو القصه وبيجي بخبركم. الله يخليك روح وارجع بسرعه. ليكون جرحت حالها وهي عم تحضر لها شي طبخه، او بتكون تكهربت وهي عم تكوي، او بتكون احترقت وهب عليها الغاز. يا جماعه هي الخبريه عن عدنان مزبوطه؟ ايه قال راح مثل المجنون. صحيح انت ما كنت حكى معكم شي من المستشفى؟ لا ما حدا حكى. طيب خلاص هلا بيخبرنا وبنعرف شو صار. هو المفروض انه يحكي. لازم روح انا على بيتي صار وقتي. لك شو تروح على بيتك وين بدك تتركيني لحالي؟ عدنان ما في هون عليه جوزي انا فوت هالفوتات هي كلياتها عن اذنك. شو عن اذنك؟ العمى نسيت اسئله ليش جايبينها اصلا شو صاير معها؟ اكيد قريب ما في غيره. شو هالحكي وسيم افندي؟ يا ما قربنا يا ما رح نبنوب عن مشافي. ومنين اجتك هالفكره؟ لك مو فكرة مو فكرة، أختي سمعت جارتنا عم بتقول إنه القريب بهالأيام ما بيطيب إلا بالسيروم، منشان هيك أخذوها على المستشفى ليعطوها سيروم. معقول؟ إيه معقول اللي عم تحكي لك وسيم. وليش مو معقول؟ يا قمر يا قمر، لو كان فيها شيء كان الأستاذ عدنان خبرنا. أنا سوين في تليفون؟ إليك وهنيك. شكرا كثير إليك. تفضلي تفضلي على مهلك. شلون جناح خاص للنسوان؟ يا اخي طيب انت شلون رح تفوت؟ مين قال لك رح تفوت؟ صباح فخري على صباح الجزائري على صباح السالم. صباح الخير. صباح النمله. وهي احلى فنجان قهوه. وهي كاسه المي بتحبيها. سلام. الله يسلمك يا رب. صباح الخير استاذ حسين. صباح نور علي ابو خليل. هي احلى فنجان قهوه يا استاذ حسين. بتعرف يا استاذ حسين انه هالمكتب اللي بقولك اكثر من مكتبك هداك؟
ينزع صباحك، الواحد بيطلع لما بينزل. بيطلع. صباح الخير استاذ وسيم، صباح الخير. صباح الخير. هي فنجان قهوتك. قول لي شو في اخبار؟ علمي علمك، هي راح يخلص الدوام ما اتصل. طب حدا غيرك عنده اخبار؟ سيدي اكيد شغلتها بسيطة حتى ما اتصل. الله لا يضر المسكين. طب يا جماعة شو رأيكم نتصل بالمستشفى ونطمن؟ والله جبتها. يا ترى شو رقم مستشفى المواساة؟ هلا بتصل لك بأم زياد وبجيب الرقم. أم زياد. لك شو بدنا بهاللوشة؟ المسا بنحمل حالنا بنروح نعمل له زيارة ونطمن عليه بالبيت. كمان وردي. أنا من جهتي بس أصل على البيت بدق له تليفون وبطمن عليه. قصدك عليها؟ عليه ولا عليها؟ أنا المهم بكون عملت اللي علي. طيب والعمل دكتور؟ العمل انك تتصل بحدا من اقاربك او اقاربها لحتى يجوا يخدموها. طيب دكتور خليني اطمن عليها بعدين بتصل بحدا من قرايبيننا او معارفنا. لك يا حبيبي ما اطمنت عليها وخلاص. اطمنت بس بركي دكتور هي فائت من البنج وما لقيت حدا قدامها. من هالناحيه اطمن، في معها 5 مريضات بالغرفه وكل مريضه معها مرافقه، يعني هيك ما حدا رح يتركها. لا اذا هيك انت طمني تمام، يلا بالانف بالحنجه بالاذن. دكتور شو اختصاصك انت؟ قلبية. قلبية؟ ايه بالأذين. الأيمن ولا الأيسر؟ عمر منين بتجيب حدا يقعد عنا؟ هتجيب حدا يقعد عندها؟ شو هالشغلة؟ عفوا دكتور بتقدري لي؟ ليش حضرتك مو دكتور؟ بتقدر تقول نص دكتور. نص دكتور؟ أخي نص دكتور ربع دكتور وإيد دكتور مو مهم، ممكن كلمة على انفراد؟ تفضل. بالشب اشي بالشب. للوش حبيبتي. للوش للوش انا عدنان. يا للوش انا عدنان حبيبك. انا حبيبك عدنان حبيبتي. للوش حبيبتي. ايه عمى ما عندك لا ذوق ولا اخلاق، شلون بتفوت على جناح كله حريم؟ هلا انتوا عم حاسبين حالكم حريم بعدين احسبيني دكتور يا اختي. شوفوا لا روح من هون قبل ما لم عليك المشفى. طولوا بالكم طولوا بالكم شبكم طولوا بالكم احسبوني شاب الشتة. شو جارتنا انا عدنان الحمد لله اللي لقيتها مو عامله زياره ولا لجاره. شلون علينا طمني. الحمد لله عملت العمليه. اخ طمنتني. شلون ان شاء الله منيحه خرجتها؟ لا لسه بكير، قال الدكتور بده 3 ايام لحتى يخرجها. ولي 3 ايام دخلك مين بده يخدمها هنيك؟ لك ليش انا قصدك جارتنا؟ الحقيقه انا سيد عدنان ما بقدر روح اقعد عندها. بس شي ساعتين جارتنا وفاء لبين ما اجيب اختي سراء، مثل ما بتعرفي انت كل اهلينا برات البلد. يا ريت يا سيد عدنان اقدر لك. يا ريت جوزي حالف علي بثلاث ايام هذا ابو بريس ما اطلع من برات البيت. هلا وقت جوزها يحلف عليها، اذا ما بطشته دنبه ما بيكون اسمي عدنان. بالحلال شكلك تروح معنا على السيارة. الله يوفقك الله يوفقك. بدك تروحي معي مرتي لينا. خير شو بها؟ عاملة عملية الزايدة وهي بالمستشفى هلا. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. اختي بس عدي عندها شوي بالمستشفى لبين ما دبر حالي. والسيران قصدي لو سبقت شوي كلها اجلنا السيران. مالك علي يمين، صار لي واعد الاولاد اكثر من شهر على هيك سيران. روحي انت معه وانا بدبر حالي مع الاولاد. شو عم تحكي؟ شلون بدي اترك الاولاد يروحوا لحالهم على السيران؟ على السيران؟ لا اوعي تتركهم يروحوا لحالهم على السيران. بقول لك مو مفهوم يا اخي. مفهوم. ايه سيدي شوف عقلك.
تروح معنا على السيران وتاكل لحمه مشويه ولا تروح المستشفى؟ تضرب حكه وبرتك الهبله، لو فاضي شوي انا كنت اخذتك معي على المستشفى بس كنت تطلع لك المستشفى. ليش بوشي؟ ما في شيء، لك كيف لينا طمني؟ الحمد لله، لحقناها قبل ما تنفجر الزايدة معها بثواني. منيح اللي لحقتها، فكرت صار لها شيء. لا الحمد لله، قمر الله يرضى عليكي، أنا جاي لعندك يعني مشان تروحي لعندها على المستشفى، هي أول شغلة، وثاني شغلة بتساعديها لبين ما تجي أختي من السيرة. على المستشفى؟ إيه أنا باخذ لك تاكسي من هون المستشفى قريبة. والله كان بيودي يا عدنان، بس مثل ما لك شايف الحنة على راسي. حنة؟ لا لا اذا حط حنه الحنه ابدا لانه اذا بدك تروحي معي يمكن الحنه تسيح او يمكن الحنه تفش عرفتي شلون فلا انت ابدا من مرتي الحنه تبعك ابدا من مرتي يلا ماشي مالي خير حسين هو الوحيد اللي بيقدر يفش اللي خلقي انا شاطئ انا عدنان اهلين عدنان تفضل مرحبا هلا اهلين حسين هون بعدته مشوار قريب ما بقى الا يصار اه بعدته مشوار قريب ما بقى الا يصار يعني قد ايه صار له رايي يعني او 10 دقائق لانه مثل ما بتعرف امبارح كان عيد الام ونحن محتفلين بهالمناسبه هاي هو عازم امه على الغداء وانا عازمه امي يلا خلينا نكسبك معنا اليوم على الغداء الله يخليكي تسلمي يعني اليوم عندكم عزيمه لك طيب ماشي شو ما بدك تشوف حسين انت لا لا خلص بيجي وقت ثاني يلا يسلموا ايديكي بدك شيء اختي سلامتك سلام الله معك مع السلامه شو هالحلا ما لنا غير نشوف وسيم اوعى تقلي لينا صار له شيء لك لا ما صار له شيء لينا لا سمح الله بس انا جاي طالب مساعدتك يا ريت يا ريت زمرة دمي من زمرة دمك لك اصلا دمك ما بمشي حاله شو زمرة دمك وشو زمرة دمك شو هالحكي اللي عم تحكي لك طلعتوا لي الدم لنافوخيها خير والله رعبتني شو القصه عدنان لك القصه وما فيها انه حطوا لينا بجناح النسوان وبدهم وحده تخدمها بقى انت بتعرف لا هي عندها حدا ولا انا عندي حدا ايه والمعنى المعنى يا ريت تعيرنا يعني يا ريت زكاتك اذا بتخلي مرتك تروح تقعد عندها لبكره لبين ما استعير لبين ما ادبر وحده تقعد بدل مرتك يا ريت سبت شوي يا عدنان يا ريت ليكون معزومة على شي سيران ولا راح تحني شعرها ولا عازمين على شي عرس عفاك مين اللي قال لك انه اليوم معزومة على العرس الاستاتية قالت لي على كل احوال العرس تبعكم بالليل يعني بقى له شي 5 ساعات بناخذ مرتك 3 ساعات ومنرجع لك اياها قبل العرس بساعتين خلينا ندبر حالنا يا ريت غالي والطلب رخيص يا وسيم اخوك مزنوق يا عدنان لو بعرف عن انه كوافير كانت موجوده كنت رحت ولصت وجبت لها يا عدنان يا عدنان اهلين اهلين وسهلين يا ميت اهلا وسهلا استاذ عدنان وينك يا رجل طلع علينا لك قول مرحبا زكاه عيونك ناولني شي كاسه مي طاشه شريقي عون ايه على نافوخي من فوق معقوله معقوله ما يعطوني وحده منهم اكيد التنتين مو مشغولين الا ما يعطينا وحده شرفك يا عدنان تفضل الله يسلم ايديك ان شاء الله هنيان الله يهنيك بعمرك عمي ابو عدنان الك ولا للديب قصد ديب امور كفو يا ابو عدنان كفو بس القصه وما فيها انه مرتي بالمستشفى بالمستشفى خير ان شاء الله شبهها عملت عمليه الزايده بعيدا عنك بقى لا اطلب المبلغ اللي بدك اياه لا لا كفو كفو الحقيقه انا ماني جاي اطلب مصاري لانه هي قاعده بمستشفى حكومي بيعالجوها ببلاش لكان بشو بقدر بخدمها يعني مثل ما بتعرف نحن مانا حدا ما بعرف شو بدي جاوبك يعني ما بخلي اطول ابو ساعتين لبين ما ادبر حالي بس
لك شو ساعتين ما ساعتين خليه عندك ليل نهار، مو هون المشكله بس، المشكله اني هن التنتين ملحوا لبيت اهلون، تعبوا لي راسي يا رجل، قال شو عم ميز وحده عن وحده، لك الله وكيلك هلكوني. وين استاذ عدنان؟ ما بدك تسمع كمان القصه؟ مو على عيني جارنا، انا بخدمها للينا خانم براسي. الله يخلينا اياك يا رب ويقدرنا على مكافاتك، ان شاء الله بنرد لك اياها بقرب فوتي لك على المستشفى. ما قلت لي امتى عملت لها العمليه؟ اخ اليوم الصبح. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. طيب شو رايك جارتنا استناكي هون لبين ما تدكي جاكيتك وتنزلي او مانطوكي؟ ايه مو غلط، استناني لجيب جاكيتي واجي. يلا. يا سلام يا سلام، فعلا الدنيا اذا خليت خربت لسه في ولاد حلال. شو صار معك جارتنا؟ جاي جاي. يلا طيب نلحق. شو عم تسوي عندك جار؟ انا الحقيقه اهلين جارنا، سلامتك سلامتك. شو واقف عم تسوي دنبرنا؟ انا مرتي لينا بالمستشفى فانا اجيت هون بيت مو صيدليه هون. طول بالك جارنا انت في المدخل. طول بالك ايدي. شو وين وين يا مهوي؟ رايحه مع جارتنا لينا على المستشفى. جارتنا جار وين شايفتك يا حلوة؟ شو قلتي؟ شو شايفتك يا حلوة؟ يخلق من الشبه 65. لا 75. يا عليك شو أبطل. شو الحلو؟ وين الحلو؟ شو قلت؟ شعراتك طويلة. عجبوك شعراتي؟ طبعاً. بتعرف انه شعراتي كانوا لتحت تحت لكاحلي، بس جوزي ما بيهون علي اطلع سيفور، لذلك قصيته. وين جنح النسوان حباب؟ من هون. من هون، شايف اذا بشوفك هون؟ عينتينك ببلبصهم، حليق من هون امام، حليق ولا تضرب شو درسان. حتى تعرفوا ما بيجيبوها غير نسوانها.